بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. إخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب والحمام والطيور مع أبو نرمين. أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد. تحياتي لكل من يتابع القناة من جوه مصر ومن خارج مصر، تحياتي لجميع الدول العربية والدول الأجنبية. ايه النهارده يا شباب؟ هنتكلم عن حلقه مهمه جدا بخصوص احترف واعمل مشروع ارانب في غرفه فوق سطح البيت، حتى لو غرفه خشب مساحه مترين في 3 متر يا شباب. وممكن تعمل مشروع ارانب في غرفه مترين في مترين ونص او 2 في 2. طبعا هنقول لكم على يعني ازاي تعمل مشروع ارانب في الغرفه الصغيره ده يا شباب، وبأقل التكاليف من غير انك ما تصرف حاجات كتير. وخلال ان شاء الله 5 شهور، بدل ما كان هيبقى عندك ذكر وانثتين او ذكر وثلاث اناث، ممكن يبقى عندك 20 ام او 15 ام يا شباب. يلا بينا بقى مع بعض نتكلم ازاي نعمل مشروع ارانب في اوضة مترين في مترين ونص او مترين في 3. طبعا يا شباب، الغرفة اللي انا عامل فيها دي يا شباب، اهيت اللي انا بوريكم ليها مصاروكم فيها يا شباب، مساحتها كده مترين، مساحتها كده يا شباب مترين. عرض البطارية، شوف البطارية يا شباب، اهيت بطارية ماسكة من هنا من الحيطة دي خشبة اهي لحد الحيطة ديت، لازقة سد دي مترين. البطارية اساسا يا شباب عرضها يعني البطارية مترين، تمام، ماسكة من الأوضة للأوضة ديت، ماشي. لو جيت تحسب المسافة قد كده هتلاقيها 3 متر، ادي بطاريه كمان هي مترين يا شباب، ماشي، بطاريه مترين، وادي ال 50 سم بتوع البطاريه، ال 50 سم التانيين هم يا شباب كده 3 متر، يعني كده مترين في 3. وغرفه خشب فوق سطح البيت يا شباب، يعني غرفه خشب فوق سطح البيت. ممكن تبدا الاول مبدئيا كده بذكر وانثتين، ذكر وانثتين او ذكر وثلاث اناث، يعني مثلا بطاريه زي 4 عيون يا شبابات، ماشي. ممكن تبدا فيها تحط في عين ذكر، والثلاث عيون التانيين تحط فيهم 3 اناث، لانك بقى عندك ذكر وثلاث اناث. ان شاء الله خلال، لو انت جايب الاناث يا شباب عشاير شغالين، لو انت جايب الام مثلا 10 15 يوم 10 ايام 20 يوم، يعني بالاخر كده خلال 15 20 يوم هيكون عندك 3 اناث والدين. لو ربنا كرمك بس من كل ام 7 ارانب او 6 ارانب يا شباب، اضربهم 7 بقى عندك 20 ارنب مولودين. ال20 ارنب لو انت تركتهم لنفسك، ربيتهم لنفسك كده يا شباب، واستنيت عليهم 5 شهور باذن الله، هتلاقي ال5 شهور ده امت بقى عندك بسم الله ما شاء الله مزرعه ارانب وكميه ارانب كبيره. تقدر بقى تنقي منهم الحاجه النظيفه اللي انت محتاجها، والامهات اللي عندك لو انت شايف ان هي كويسه وبترضع وكويسه يا شباب، بتخليها مش كويسه بتبدلها بتبيعها وتربي اميات من اللي عندك يا شباب على مزاجك انت. يبقى انت ممكن تعمل مشروع ارانب في اوضه مترين في مترين ونص او مترين في 3 يا شباب. وممكن تعمل مترين في مترين، ممكن تعمل برضو مشروع في اوضه في مترين في مترين، وان شاء الله برضو ربنا يكرمك فيه. اهم حاجه يا شباب ان انت تكون عندك العزيمه والإرادة إن أنت تعمل مشروع وتفتح مشروع. هقول لك بقى على التكاليف. طبعا يا شباب احنا ممكن، وأعوذ بالله من كلمة أنا، ممكن أساعدك إنك تعمل مشروع بأقل التكاليف خالص. هنجيب لك بطارية أرانب مستعمل، حركة 300 جنيه أو 350 جنيه بقى، خط المية بالعلافات بالولادات بكل حاجة، شغالة يا شباب جاهزة كاملة من المجاميع. وهنجيب لك ذكر وتلات اناث، ماشي، لو شغالين وكويسين ونضاف يا شباب يعملوا حركة 800 جنيه، من 700 ل 800 جنيه، تلات اناث عشاير، تلات اناث عشاير بذكرهم يعملهم، خش لهم من 700 ل 800 جنيه يا شباب. وبطارية 300 جنيه يبقى دخلت كده، دخلت لك في 1000 جنيه. 1000 جنيه ممكن تقدر تعمل احسن مشروع ارانب، تربي ارانب، وربنا يكرمك خلال المشروع ده وخلال 2 3 شهور تلاقي بسم الله ما شاء الله بقى عندك
مزرعة أرانب كبيرة وبقى عندك كميات أرانب كبيرة. وأنا مستعد إني أنفذ الكلام اللي أنا بقوله مع أي حد عايز يربي أرانب، أنا في خدمة الجميع، ورقم تليفوني موجود هسيبه لكم. أي حد يا شباب محتاج إن هو يعمل مشروع أرانب أنا أقدر إن أنا أساعده وأتواصل معاه، وأقدر إن أنا أوفر له بطاريات مستعملة بسعر كويس وبطاريات عملية وشغالة تشتغل معاك بدل السنة 10 سنين، وأقدر أوفر لك الأرانب الأميات العشائر والذكور برضه شغالين حاجة كويسة، تقدر أنت ربنا يكرمك منها تقدر أنت تستفيد من مشروعك. يبقى كده يا شباب بنتكلم ان انت ممكن تقدر تعمل مشروع حتى لو في اوضه خشب على سطح البيت باقل التكاليف، بطاريه ب 300 جنيه مستعمله، اربع ارانب ذكر وثلاث اناث يخشون في 700 جنيه، قول يعتبر العمل كله 1000 جنيه، وان شاء الله ربنا يكرمك منه. وعلف الارانب يا شباب مش مكلف، شكاره العلف ب 125 جنيه وب 130 جنيه وفوق ب 115 جنيه، وربنا ان شاء الله يكرمك. بس اهم حاجة انت خلي عندك الارادة والعزيمة، وانت ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يرزقك من تربية الارانب. طبعا علشان ما اطولش عليكم ارجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.